بسم الله الرحمن الرحيم. في عندنا هنا أسئلة تكررت، فهذا المفروض يعني الكل يعني لازم يكون مهتم فيه والكل عارفه، ولا شك إنه لا امتحان يخلو من هذا اللي هو الأسئلة. فهل بقول لك suppose the memory cells at address 0 through 03 in machine describe اللي هو الابندكس سي كونتين ذا فولوينج بيت باترن. بقول لك هاي عندك هاي الادرس وهاي ايش وهاي الكونتنت لهذه الادرس. طبعا الان اللي بقول لك ترانسليت ذا فيرست انستراكشن انتو ايش انجلش. الان احنا ايش قلنا في الزيرو، قلنا لما نيجي البروجرام كاونتر اذا بتتذكروا اللي كان يحضر كان متذكر وعارف ايش اللي احنا بنقصده في هذا الكلام. فقلنا البي سي بيتقف هنا صح ولا لا؟ عندك بي سي هنا تمام، البي سي اللي ببروجرام كاونتر، وقلنا بيحتوي على كم بايت تمام، انك بدك تاخد اللي هو كل اتنين صح ولا لا؟ كل اتنين، وبالتالي هتاخد اول اللي هو التنين الاولانيين، وبعدين لما يجي يقرا هيقرا التنين، وبالتالي الزيرو زيرو اللي هو الفيرست عند الزيرو قديش الماشين حتكون عندك هاي 26 و55. طب ايش معنى الكلام هذا؟ برجع للابندكس سي وبشوف ايش في الابندكس سي. هاي عندي هنا بيكون طبعا معطى معك في الامتحان، ايش هنا رقم اتنين معناها؟ معناها هيو load the register R with the bit pattern mean. إذا بدك تحط هذه، بدك تحط في الريجستر رقم 6 مع مين؟ القيمة رقم 55. طيب لما نيجي لهان البي سي هالوقت ايش صار في سي وتلت اصفار وهذا ايش قلناها؟ اللي هي الهالت او ايش؟ تسكير البرنامج. ايه الان بيجيك بر ايش؟ اشي اكبر شوية اللي هو مثلا هيجيك شغلة مثلا زي هيك، يقول لك هاي الادرس وهاي العنوان نفس الموضوع بقف هنا على البي سي. طبعا هاي هذا بعطيتك اياه ومحلول، بتيجي تقرأ الان عند الزيرو زيرو ايش بده ياخد؟ اول اتنين هاي 24 تمام. ايش يعني الكلام هذا؟ باجي ايش رقم اتنين معناها؟ معناها روح حط في رقم في الريجستر زيرو قيمة كم؟ 4. طبعا بدك ترجع لمين؟ للابندكس سي طبعا، وين رقم اتنين؟ هاي لود ريجستر ويز كذا صح ولا لا؟ طيب بدك تيجي البي سي، طبعا قلنا بيحتوي على اللي هو اتنين، فبتيجي على هان هالوقت عند التنين تمام. الان ايش هياخد؟ 21 و1 هيهم هذول التنين، هيهم هذا وهذا هالوقت، هي 21. ايش التنين معناتها؟ روح اعمل لود للريجستر رقم 1 بالقيمة 01 زي ما شرحنا، وهكذا بتضلك تمشي. بتيجي عند الأربعة، الأربعة ايش معناتها؟ 40 وايش و12، ايش معناتها الكلام؟ روح اعمل موف للقيمة هيو، خلي الريجستر رقم 1 بايش؟ بالريجستر رقم 2 بيساوي الريجستر رقم 1، قديش في رقم 1؟ 1، وهكذا. بتيجي كمان بعدها للستة، الستة قديش هتاخد؟ الخمسة واتناش، خمسة واتناش ايش معنات خمسة؟ باجي بقى ما فيش فيه حفظ، خمسة معناتها ايش؟ هي وجمع تمام اد، وبالتالي هاي معناتها وبتضلك ماشي. طيب نيجي للتمانية، ايش معنى التمانية؟ هيو التمانية عندك اللي هو التمانية اللي هو مين؟ بي واحد صح ولا لا؟ زيرو مين الوقت هاي؟ هذا ستة، هاي هذول التنين، بعدين هذول التنين صح ولا لا؟ وين احنا رحنا؟ لا هذا سوري، هاي من هنا احنا، طيب من هان هاي التمانية، هاي هم هذول التنين تمام، وهاي الستة هذول التنين، بعدين اللي هو ال هذا ال A0 هاي هذول التنين، وبالتالي هاي
عند التمانية بي واحد، ايش البي واحد؟ يجي لبي واحد، هاي بي واحد، ايش معناتها؟ جمب. نعمل جمب، وبالتالي وهكذا بتكرر، وفي الاخر الان بيجيك بقول لك ايش الموجود مثلا في الريجستر رقم زيرو. بعد ما خلصت هذا كل الكلام، ايش ضل بعد ما انت جمعت؟ شايف انت وين هنا؟ رقم زيرو، الريجستر رقم زيرو في الاخير قديش اخذ؟ بدك تحط قديش، ما انت بعد ما مشيت كل هالخطوات قديش صار في الريجستر رقم واحد، ايش فيه العنوان كذا، ايش فيه؟ زي ما بيجيك في الامتحان بدك تحط. وربنا يوفقكم ان شاء الله ويعطيكم العافية.